هي الأيام يحصيها ويعدها يوما بيوم وشهرا بشهر وسنة بعد أخرى. كذلك هو دأب مانويلا مانثانا منذ أن استقر قبل 20 سنة في بلدة المودافار ديل ريو التي لا تبعد كثيرا عن مدينة قرطبة الأندلسية. حين يكون الجو دافئا ويتراجع برد الشتاء، كان الرجل الخمسيني يخرج من منزله في الكي موريريا ويسلك الدروب الملتوية نزولا إلى الوادي. هناك يرى نهر الوادي الكبير، وذا الكبير يمر منعطفا. وكما في كل القرى والبلدات الصغيرة، فإن أخبار الوافدين الجدد والغرباء تكون مواضيع أحاديث الأقدمين من السكان الذين يعدون البلدة مجالهم الخاص. وكذلك عرف سريعا أن مانويلا مانثانا الموظف في مصلحة البريد جاء من مدريد مدينته الأصلية. ولكن الذي لم ينفذ إليه فضول الفضوليين والفضوليات أسباب هذا الانتقال. كثيرون لم يتقبلوا، وإن كان الأمر لا يعنيهم في شيء، أن يطلب موظف نقله من مدينة كبرى هي عاصمة البلاد إلى بلدة بالكاد يلامسها مجرى الوادي الكبير. في البلدة نسوة لفتت انتباههن ملامح مانويل منذ الأيام الأولى لظهوره بمصلحة البريد، ولعل منهن من رأت فيه ملامح الفارس المنتظر. ولكن الرجل أثناء عمله كان يبدي تحفظا وتكتما لا يدعان مجالا للاقتراب منه أكثر مما هو متاح. ومن جيرانه في الشارع حيث يقطن كي موريريا، من كان يضبط ساعته على مروره فقد كان منضبطا في أوقاته. لم يكن مانويل يقيم علاقات مع جيرانه غير أن يبادلهم التحية حين يصادفهم في الطريق أو أن يرفع قبعته للسيدات، ولذلك ظل النفاذ إلى ما وراء باب منزله مستعصيا لسنوات. من بين جيران مانويلا مانثانا سيدة اسمها فلورا تسكن المنزل المقابل لمنزله، وكانت مثله في الظاهر على الأقل كتومة لا تشارك جاراتها أحاديث مداخل الزقاق. ومعروف لدى الجميع أن المرأة التي تنحدر أصلا من بلدة المودافار ديل ريو عادت لتستقر منذ 5 أو 6 سنوات في ذلك المنزل الذي ورثته عن أمها. كانت فلورا قد أحيلت على المعاش بعد سنين طويلة أمضتها موظفة في أسلاك الأمن، وقد قررت العودة إلى بلدتها لما توفره من هدوء وسكينة مفقودة في المدن الكبرى. لم يكن في الأمر ما يستوقف الاهتمام، ولكن السيدة التي انتصف العقد السابع من عمرها ظلت وفية لما اكتسبته من طبع على مدى مسارها المهني. كانت دون أن تلفت الانتباه تنظر بعين فاحصة إلى سلوك من حولها، ولذلك استوقفتها حالة مانويل دي لا مانسانا. كان تكتمه المبالغ فيه مما يستفز الفضول، فقد كان يكاد يناقض المزاج العام السائد في المودافار ديل ريو، حيث تتواصل حكايات زمن أندلسي تشهد عليه الأطلال والأسماء. في ربيع العام 2013 قامت السيدة فلورا بزيارة صديقة قديمة لها تسكن في العاصمة مدريد، ولم تكن تعلم وهي تركب القطار أنها ستأتي من مدريد بأنباء ذلك الرجل الكتوم الذي يسكن المنزل المقابل لمنزلها. كانت صديقة فلورا واسمها كونسويلو قد أمضت ما يزيد على 35 عاما موظفة في مصالح البريد في مصلحة الحسابات، وقد أتاح لها موقعها ذاك أن تتعرف على أجيال من الموظفين وأن تعرف الكثير عن الأحوال الشخصية للكثير منهم. لم تتزوج كونسويلو كما لم تتزوج فلورا، ولكنهما عرفتا في سن الشباب رجالا ومرتا بتجارب حب وعاشتا مغامرات. حين تلتقيان تحكيان عن بعض من تلك المغامرات وتتحاشيان الخوض فيما يحزن أو يؤلم. وكان سفر فلورا إلى مدريد واحدة من تلك المناسبات التي يحضر فيها الماضي المشترك بكل قوته وثقل حمولاته. على مائدة العشاء استحضرت المرأتان بعضا من تلك الذكريات، ولأن كونسويلو تحتفظ في ذاكرتها بسجل حقيقي لموظف مصلحة البريد
فإن فلورا سألتها إن كانت تعرف شيئا عن رجل انتقل قبل نحو 20 عاما من مدريد إلى المظفر دي ريو. وهي تمسك بشوكتها وسكينها تأملت كونسويلو مليا وجه فلورا وكأنها تبحث في تقاسيمه عن شيء ما يدلها على السبب من وراء هذا السؤال. لاحظت ذلك فلورا فنطقت اسمه مانويل مانثانا. كانت كونسويلو تهم بوضع قطعة من شريحة الدجاج المقلي في فمها، أمسكت أعادت يدها اللقمة إلى الصحن. من قلت؟ مانويل مانثانا. مانويل مانثانا؟ نعم هو ذاك. وحتى تبين لها السبب من وراء سؤالها عنه أبلغتها بأنه جارها وأنه يسكن المنزل المقابل لمنزلها تماما. أمسكت العجوز رأسها بين كفيها وبدا لفلورا أنها تعرف أشياء عن ذلك الرجل الغامض، وصارت تنتظر أن تفضي إليها بما لا تعرفه. ما كان لديها من معلومات لا يزيد على ما كانت تردده نسوة من الكي موريريا من أنه انتقل من مدريد إلى البلدة الصغيرة المدافار دي ريو. لما طال صمتها بادرت فلورا بسؤالها إن كانت تذكرتها. رفعت بصرها إليها وقالت نعم تذكرته، كيف لا أتذكره. أخبرتها بأن مانويل مانثانا ارتبط بحالات اختفاء غريبة لنسوة تعلقن به، ولكنه كان في كل مرة يحرص على أن لا يترك وراءه دليلا يثبت صلته بحالات الاختفاء تلك. وهي تنصت لصديقتها فكرت فلورا في تقصي أمر الرجل في أرشيف مصالح الأمن في مدريد، فقد كانت تحتفظ بعلاقات لها هناك وكانت تعلم أن مثل تلك القضايا التي تصنف غامضة تبقى ملفاتها مفتوحة على أمل حدوث ما قد يحمل تفسيرا أو حلا للغز مستعصٍ. حدثتها كونسويلو عن 3 نسوة ارتبطنا بمانويل مانثانا أواسط وأواخر 80ات القرن الماضي، ثم اختفينا فجأة دون أن يعثر لهن على أثر. أخبرتها بأنه تعرف على تلك النساء الشابات في مكان عمله. لا تنكر فلورا أن لجارها المريب ذاك حظا من الوسامة لا تخطئه عين، وأنه لا يزال يحتفظ بغير قليل من ذلك. في صباح اليوم التالي قصدت مركز الشرطة، طرقت باب عميد تعرفه منذ أن التحق بأسلاك الأمن، ولذلك فإنها لم تجد صعوبة في أن تفاتحه في الموضوع الذي جاءت من أجله. حكت له عن مانويل مانثانا، ولما رأته يحاول استحضار ما الذي يعنيه ذلك الاسم ذكرته بالنسوة اللائي اختفين في منتصف 80ات القرن الماضي وأواخره. لحظتها تذكر كان الملف في جملة ملفات أخرى تنتظر ظهور ما يمكن من الوصول إلى الحقائق. ثم أخبرت فلورا زميلها السابق بأن الرجل يسكن في نفس الشارع الذي تسكنه في المدافار دي ريو. رفع الضابط سماعة هاتفه وسمعته يطلب من المسؤول عن الأرشيف إحضار ملف لامانسانا من بين ملف الاختفاءات. لم يكن في ذلك الملف ما يدين بشكل صريح مانويل مانثانا. كل ما هو مثبت في تلك الوثائق أنه كان على صلة في وقت ما بتلك النسوة اللواتي اختفين، كن 3 نسوة في المجموع. قالت فلورا إنها ربما استطاعت الوصول إلى مفتاح لغز الاختفاءات، ومن فوق زجاج نظارتيها اللماعتين غمزت الضابط، ثم أضافت أنها تعلم أنها لم تكلف رسميا بهذه المهمة، ولكنها ستعمل من منطلق حبها لمهنتها السابقة. أخذت من الملف 4 صور للمختفيات وادعت الضابط، ثم عادت إلى منزل كونسويلو. أخبرتها بأنها ستعمل على كشف حقائق اختفاء النسوة 3، وكان عليها أن تفكر جيدا في الوسيلة التي تمكنها من كسر طوق التكتم الذي يضربه مانويل مانثانا من حوله، فقد يكون خلف حصنه ذاك ما يوصل إلى الحقائق المفقودة. لم يكن مظهر فلورا وهي السيدة العجوز ما يثير شكوكا لدى أي كان، ولو بدا منها فضول فيه بعض من مبالغة فإنها لن تلام. ولذلك لما عادت إلى المدافار دي ريو حرصت على التقرب من جارها الكتوم.
كان فصل الربيع في أيامه الأخيرة، وكان الجو ينزع إلى الدفء، وكان في ذلك ما يوفر لسيدة فلورا أسباب إتمام المهمة التي تطوعت لإنجازها. صارت كل مساء تخرج كرسيا خشبيا وتضعه في باب سكنها وتشرع في حياكة أشياء من الصوف. لم يكن مستغربا منظرها وهي تفعل، وتكررت المرات التي صادفها مانويل هناك، وصارت تتبادل معه أكثر من عبارة تحية. كان أحيانا يتحدثان عن أشياء كثيرة منها حالة الجو. وذات مساء بينما مانويل يهم بدخول منزله، أدركته السيدة فلورا وهي تحمل طبقا به بعض الحلويات. قالت له بصوت مسموع إنها صنعتها بنفسها. ابتسمت ثم أضافت إنه لن يجد مثل تلك الحلوى التقليدية في محلات بيع الحلويات. وحتى تمنح كلامها خلاصة أضافت لأنهم لم يعودوا يهتمون بتلك الأشياء الجميلة التي ورثناها عن الآباء والأجداد. تسلم مانويل طبق الحلوى من فلورا وهو يكرر عبارات الشكر، ثم وهو في غمرة تلك اللحظات التي غابت عنه سنين طويلة دعاها للدخول، وكان ذلك ما كانت تسعى إليها. وكانت بلا شك أول من دخل بيت مانويل مانثانا منذ أن استقر في بلدة المودافار ديل ريو. كانت سكنا صغيرا ولكن كل شيء فيه مرتب بعناية. دعاها إلى الصالون ومضى إلى المطبخ ليحضر مشروبا. في لحظات غيابه تلك مسحت العجوز المكان بنظرها. على الجدار حيث يوجد التلفزيون رأت جنبا إلى جنب صورا لفتيات حسنوات، كانت صورا متساوية في حجمها. أحصتها فلورا فوجدتها 5 صور، ولفت انتباهها أن من بينها النساء 3 اللواتي جاءت بصورهن من مدريد. عاد مانويل من المطبخ يحمل مشروبا وكأسين طويلين، ثم جاء بصحنين صغيرين بهما بعض الفواكه الجافة. مساء ذلك اليوم تحدث مطولا إلى فلورا التي لمست منه محاولات لمعرفة السبب في تقربها منه. تظاهرت بأنها تصرفت بعفوية. ذاك المساء اتصلت بعميد الشرطة زميلها السابق وأبلغت بما رأت. بعد يومين بينما كان مانويل يفتح باب سكنه وقد لاحظ أن العجوز لم تكن جالسة في الباب، فاجأه رجلان التصقا به وأخبراه بأنهما من الشرطة. حمل في سيارة مموهة وفي اليوم التالي فتش منزله. لاحقا أبلغ الضابط فلورا بأنها نجحت في مهمتها وأن مانويل أفضى بكل شيء، وكشف الأماكن التي تخلص فيها من جثث ضحاياه.